صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه تعميم بشأن عطلة ذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1439 هجرية جاء فيها: بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف تعطل وزارات المملكة وهيئاتها ومؤسساتها العامة يوم الخميس 12 من شهر ربيع الأول 1439 هجريا والموافق لل30 نوفمبر 2017.